السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي احنا ممكن نيجي نعمل سيليكت على الطريق واقول له رايت كليك واقول له ان انا عايز اضيف رايت اوف واي حول الطريق بحيث ان هو بيدي مسافة. خلينا نعمل سيليكت كده على الجزء دوت اهوت رايت اوف واي. فهو بيقول لي الستايل اللي موجود الرول ستايل الاريا قد ايه المحيط قد ايه الاي دي الداتا سورس كل الداتا اللي احنا ممكن نحتاجها. وممكن تحط انت برضو شويه معلومات زي التاج زي التول تايب زي اليوزر داتا لو في اللي انت عايز تضيفه. دي بتبقى على حدود الطريق وتقدر ان انت تتحكم فيها لو انت عايز. كمان ممكن اجي من هنا من كرييت واقول له رايت اوف واي وابدا ارسمها مانيوال بالشكل دوت. لكن طبعا الافضل لو انت علمت على الطريق وقلت له انا عايز ارسم رايت اوف واي. طيب بعد كده خلينا نتكلم على الاناليسيز. ممكن اجي هنا واقول له ان انا عايز ادرس البروفايل اوبتمايزيشن واعمل سيلكت بقى على الطريق اللي انا عايز اعمل الدراسه بتاعته. تمام ممكن تيجي هنا روت وتبدا تختار اي طريق اللي انت عايزه والديزاين سبيد دي الصوره بتاعت الطريق. وهنا لو رود بريدج تانل وقول له اوبتمايز ات بمجرد ما بتدوس فهو بيبدا يرفع الداتا على السيرفر وبيبعت لك ايميل بالتفاصيل اللي موجوده وبيظهر عندي هنا الجوب مونيتور ان هو دلوقتي بيعمل الدراسه للبروفايل. طيب خلينا نفتح كده الايميل اللي هيجيلي. دي الصفحه اللي على الديسك انفرا وركس اللي بتشرح الطريقه. ولو جينا هنا على البروفايل فنلاقي الايميل جه وبعت لي اتاشمنت اهوت الدراسه للبروفايل اوبتمايزيشن ريبورت للطريق وللدياجرام بتاعه بالشكل دوت شكل تفصيلي بكل الداتا اللي احنا ممكن نحتاجها.